السلام عليكم اخوتي كديرين لاباس عليكم صحه لاباس واش راكم بوكا عيدكم مبارك سعيد وحنا ان شاء الله غادي نبداو الشوا ديالنا بعد ما فطرنا ويا نجاو كلشي جمعنا وقعدنا شويه تسارحنا يا راكي معانا هنا لاله ساميه كتغني لينا خصنا الماعن اييه قربنا الدنيا خصنا الماعن دابا غنوضوا دابا غادي نديروا ان شاء الله الشوا ديالنا ونسى كيما شوف كتصوفي المركز انا غادي نقطع وغادي نوريكم الطريقه ديال الشوا ديالنا كيفاش كنديروا لها نديروا بحال هكا نديروا صغيور باش كل واحد اللي نحطو يتقطع كل واحد ليه شويه انتما كي دارت ليها درت بحال هكا صغيور انتما اضرب ديرو تاع ثلاثه ولكن انا خفتو يخرج يخرج عامر عامر درنا بحال هكا يبغى مركز يبغى الكبده يبغى كل واحد واش بغى عاد رزق شويه هو اللي غادي يصاوب لنا المجمر ها هي جميله هذيك سميتها هي جميله شبه هذا اللحم حنا دابا ما فهمتش ها قطع غادي كاع ديري كاع الغدا يا حيتي هذا قطع هذاك بعدا ولا نقطع اللحم ولا قطع اللحم هذا هذا شريناه على شكل نديرو كباب ها انتم غادي تشوفوا معنا شنو هو غادي بشويه بشويه هذا غنرقدو الكباب هذا الفيلي غنقر ان نقطعوه الكباب والكبده كلشي كنيو شريناه باش نعيدو اليوم باش نشوفو اليوم طيب وها نتوما تشوفو الطريقة ديال الشي ديالنا هاد البطاطا ما طارتش صافي طارت ها هو الشوا ديالنا ها هو الشوا هو هنا نديرو في الطبلة ايه نديرو في الطبسي انا خاصني نغسل ياك نغسلو هاديك الكبدة شليها شليها عاد شوية كانت الشكل تصبر كي الحمد لله طارت قد الشميشه الحمد لله بعدا طارت علينا الشميشه في هذه الوقيته فاش نشبو فاش نديرو الفاخر باش نشوف السطاح السطاح عندنا هنا كيجي شويه فيه زوينه ها هذا هو الشحمه ها هي ها هي الشحمه نحط كل شيء هنا ونسكت فوق كل شيء ونعمروا البراد تاع تاعي يعني هذا الكبير في بيته هو بحال قلت لي مع شحيمة هو باش حيمة باش يجي فرد نعم هذا هو الحباب اللي الكبدة ها هي تبارك الله ها هو تبارك الله خير وبركة غادي نشد نغسلها دابا نغسلها هيا انت واش حدانا زهرة سيرة تغسل في اللحم لا خوتي الدراري اللي خلوك دير شي حاجه بعقلك كابيس موي تما شنو كوم موي تما كوم سيري شوفي اش بغا كيكاي واه انا ساعه جديد نحيد لها هاد الجلده ها هاك حيدوها هذيك الجلده القاصحه
تحيد الجلده المفرده. حاول ما تحيد، ما تحيد، الجلده ديالنا. وعطاه الله الخير. عاد ناكلو شحيد. قال لي ديري لي من الكبده ومن الصوصيط ومن الكفته ومن عاد شوفوا هي كل عليها قلقتي. هي قلقتي بنص. مرسيا يا تسمير. ها زوندريا ايش كان فيست هي؟ يا اخي فيست. ماتيا ايش فيست؟ بس ما لبست الشكومبر دي بالصاهي اللي طلعت. يا صار زي البلد. العين العين. العين كتشوف كثير. أمي تا هي الحمد لله راه عيد على خير ان شاء الله راه بدا. الا كانت شاريه امي هذاك هو العيد عندي. الا ما كانتش شاريه امي عرفاني راني انا ضربه لي سته قليله. امي عام كاع المشرف. امي انا عام كاع المشرف ضروري. هاي راني تكرفس في ملي كنبغي نشري للعيد تكرفس. لا امي ما بقاش تقدر. ولاد هادي يمشيو. امي ولاد هادي يمشيو. هي مسكينة ما بقاش تقد تهز الحام ديال العيد ولا جداكش. جلدة كبيرة. جلدة كبيرة. ما عنديش ديك الهاشوار. هذا ديريك هكا. هكا مزيان. علاش مغربي؟ سامية. قلت لك شوية وغتغسلي. خويا غسلت هادو. غسلت هادو. سفيان. سفيان. بصلة. بصلة. ما كيدير تقطع بصلة حقك. لا نقطعها ونعاود لها تاني. شويه حيدي الجميله من تما. سفيان بدا طاطا قطع ثاني شويه ديال الكاوت بلا. ساميه ها ساميه هي اللي عندنا ديما. ساميه الله يخليها لينا. هذيك غنيه كغني على باها. سامية سامية الله يخليها لينا هي اللي عندنا ديما. كليت فيهم وكليت فيهم. سامية سامية هي اللي عندنا ديما. غني بها الغنية ديالنا. غني غني غنية ديال سامية. يلا غني. سامية سامية وانتي اللي عندنا ديما. سامية سامية والله يخليك لينا. الله يخليك لينا. ودابا الحباب هانتوما هانتوما الحباب هانتوما حنا صايبنا كل شيء. قطعنا شوي درنا صوبنا شوي الكفتة. هاي فين هي؟ كفتة. أيه كفتة. وهذا الكباب. وهذا الدجاج تا هو عنديرو كباب. وهذا الربيع والبصله والقزبر والكمون والملحه والبزار. البزار فين هو؟ البزار هذا؟ لا خويا. والبزار والكبده هاي فين هي؟ الكبده والشحمه والصوصيط. الصوصيط ها هو فين هو؟ باش كلشي في الاخر عندي نتفوا في الطبله. ايوا حنا غاديين معاكم مع المسيره. حنا غاديين غادي مع المسيره. الكفته ما نديروش الملح في الكفتي حتى يا ما ياكلش الملح. اللحم منين نديرو ليا نقتيبو نصاوبو لي عاد حنا نديرو واحد الشوكك. يلا قولي لي معطره هي ان شاء الله اللي غادي نديرو. يلا بسم الله كيما العاده. البصله كفته هي درنا فيها شويه البصله. أيه. وعندير فيها غير شويه البزار. ايه العشق فيها مع الغنم. غنديرو شويه شويه البزار على شويه هذا راه تيجي. وعندير الكبده ندير الكفته عندي فيها شويه الربيع عشويه وسميتها. وهنايا شويه الربيع في الكباب.
هنايا نفس الطريقه، راه نفس الطريقه غندير نفس الطريقه وتجي على مزينات هانتم نفس اللي هنا هنا الكفته اللي تبغيها شويه ما تبغيش بزاف بزاف كفته نزيدها البصل راه زينه ايوا باقا شحال ندير في البصل لا خصنا نقسمهم وهذا غنديروا هنايا البصله زين ما عندكش شويه التحميره كاينه جبدها لك وعندي شويه البزار ثاني هنا في هذا الدجاج شي بزار المطحون شحال يزين زوين هذاك الحبوب هذاك الاخر بحال دايرين فيه هذا التشتيف ايوا وشويه البزار هنا كلهم غادي دير فيهم بزار هادشي كله البزار صوفيا نجا وهذا سميتو كمون لا القزبر حبوب قزبر حبوب قزبر حبوب عزين مزيان ما يخليش اللحم يضر في ايدك عقوزتي راها معانا لا معانا شاده ليا ساميه قزبر حبوب ضروري مزيان هذا هو شي هذا هو العطريه اللي كنديروا حنا في جميله في الشوا ديالنا جميله قلت لها التحميره كنديرها بشويه دجاج ولكن كون كانت الحار احسن يا الحار لا ما عنديش حار ولكن الداري ثاني ما ياكلش الحار هذه الفلفله ديرها غير في شويه دجاج صافي الفلفله الحمراء دير ديك يا شنو بلا قاينه التحميره التحميره ديرها غير في شويه دجاج المهم كيما شفتوا الربيع والبصله والكمون وقزبر حبوب والبزار صافي وهذا الشيء الدجاج ندير فيه شويه زيت العود ولكن ماشي مشكل عندي انا عاش بزيت الرومي ما عندنا زيت العود زيت العود ما كاينش اخوتي ندير فيه شويه ماشي بزاف باش شويه يرطب ملي تبدا تقلب شويه فيه شويه يدير صافي ونخلطوا داك الشيء الفلاح راها مغسوله هي بس صوب من الصباح هو واقف حيدي وهي كميتي اراك 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 هذوما ها انتم وهذا واش وانا خوتي هل سميتها على مزينه ها الدجاج ملي تديري ليه هكا جميله اه يبقى مرقد ديريه مع الصباح تي كاع كل شيء كيبغي يترقد هذا الشيء كله كيبغي يترقد يترقد هل كل شيء كيبغي يترقد هذا الشيء كل شيء كيبغي يترقد باش كيجي بنين وزوين عاد شويه خوتي عندنا شويه ملحه دابا ما درنا ملحه ملحه ما در انتوما بغيتو ديروا ملحه درو حنا ما درناش قبل يام وهاد الدجاجه جميله الا كانت عندك الثومه بودك تا هو ديرها دابا ما درتش الثومه صافي هو شاركم بروكو وكنتمنى ان شاء الله فيديو يعجبكم والاجواء ديال الخواتات هي هذه والله يحفظكم ويسر امركم لايك اخوتي وبارطاج مع الحباب مع الصحاب انا تي ما درتيش كامون دير لك ماشي كامون نسيتو اي فوق كامون كامون مزيان مزيان كامون سير صوفيا ماما واش يا كامون عزين تا هو مزيان الشوا نتوما عارفين وفي الاخر كتلوحو الطيره نتوما عارفين كتحطوه هو الملح ما كتوش باش ما يجيش داك مر ماما يجي مجهد يس الكبده غادي تقطعها بهذا القطع ديريها ديريها حطيتيها مع هذا ديري الكبده حطي الكبده في التالي وغادي نحط البقا غرش تناكل شويه ان شاء الله واللي ما باقي راه غادي ندير شحال رجعت ليا ها هي على مزيانه غادي رجعت ليا باش بلاصه ديرها في الميكرويف ديالك سكري ودابا غادي نديرو شويه شلاضه حتى هي مزيانه باش بنادم ما ياكلش على الحال اجواء العيد ديالنا زينه وزاهيه هي مع الشباب ها هو يا خالتي الله يطول عمركم الله يطول عمركم انتوما كنا قلت لها ساعه دابا قلت لها كنا نبداو العيد اشهر قبل العيد هالماندي تصبنوا هالعبايه تصبنوا هالزرابي تصبنوا البيوت تصبغوا اللي ما يتصبغ يتصبغ
واللي تغسلي تغسلي وجهي كسي تحك ونهار العيد تاني هالذبيحه هالشوا هالمصار نهار الراس هالشي ما نسالو نحكو راسنا تاع 10 تاع الليل. عيطت عليا واحد المرات من المغرب مسكينه سدي بها سدي بها. عيطت عليا واحد المرات تحيه خالتي حافظه من كازا عيطت عليا مسكينه من المغرب صيفطت ليا البارح اوديوات هما تاع انا صيفطت لها انا باركوا ليا شلاله ناس وبارك لي شلاله ناس قلت ليها كيدير الاجواء في العيد في المغرب قالت لي شنو نقول لك بنيتي المغرب من طنجة للقويره كله اجواء وحده كلشي قالت لي فرحان وكلشي معيد وكلشي يعني قالت لي راكي عارفه اجواء العيد هي العيد الحمد لله قالت لي جا رمضان تشمي ريحة رمضان جا العيد تحسي بالعيد قالت لي يعني اجواء العيد كاينه قالت لي بزاف قالت لي انتوما اللي شويه تما شدنا حنا نديرو جهدنا هنايا خالتي حنا الحمد لله هنايا نديرو قلت لها جهدنا جينا عند الكزار لقينا الناس عامرين التحيه لكم كاملين خوتي من طنجة مشينا عند مالين المخبازه لقينا كاع الناس يشرو في الحلوه كاع الناس يشرو في البغرير كاع الناس يشرو في المسمن المسمن تاع المخبازات كله تقاده البغرير كاع المخبازات كله تقاده فيما مشيتي هنايا الحمد تاع الجزاره كله تقاده اييه وفي هذه الصبحيه الحمد لله تبارك الله الناس غادي والمسمن يباركوا لبعضياتهم ولبسين وليداتهم ويباركوا حيتاش هنا كاينين العائلات هنا الحمد لله رانا نزهه هي تبارك الله تبارك الله وحنا مجموعه كاين عائلات تبارك الله ما نعاوشك شي مشي عند شي وشي تبارك الله يعني عائلات انا جيت عند جميله هنايا واللي لابس قفاط تبارك الله وخارج الناس من الجامع وداك الشيء سمعاه راه كل واحد تي وحنا الحمد لله نزهه معايا عبوزتي حتى هي معايا عائلة تبارك الله الحمد لله الناس راهم عيدوا مع عبوزتي مشاو مبروك راه بقات معانا حنا تاني بصله 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 يا بنات ستفو كل شيء ونطلعوا ان شاء الله السطح نبداو معنا كل شيء ما نبقاوش نطلعوا ونزلوا صحيح دابا خوتي غادي ندير شويه ان شاء الله عندك سميتو الفاخر هذه هي الطريقه ديال الشوا ديالنا الفاخر هنا فوق البوطه حتى يدير الفاخر دايرينها داك فيه الكبير فيه الكبير ديري على الكبارات ديري على الكبار حتى نديرها في هاد الرزاق حاط لينا مجامر فوق في السطح واخا انا عندي راه خايب ها ماما هذا راس فاخر سميتو الفاخر ايوا الفاخر فاخر فور باربيكيو فاخر هازو براد ادات زو بلان بويتشز فور براد ان ان او يلا 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 سير بعد ما قال لك فاخر الا مشات تطهضك يدغجيك في العينين يضرك في العين رانيت رانيت ملي كتعرف هذا الشيء كله راه تتبارك الله راه يطردك ني ني اراك اسكو ماتش ما تمسوش راه كيحل لك يديك وتخسر حوايجك مي هاكيك زورت انا زاد عمر درتي الماء النعناع انا عندي النعناع ها هو كيف كلاش انا تسليت نعمر واو عندي عهد هذا المجمر ها هو كاين عندنا مجمر كبير وهذا كيتسد باش لا الله يحفظ ما طيحش طيرش لينا شي شي حاجه في الكاكس علاش درتي انا شي طفيه في تعرفوا كاين على العود هنايا فين وداك هذا الفاخر ما طايش مزيان كبير يا هذا الرصا خموتي صراحه ما طايش مزيان شوف كيف داير بالفخار مش عارف شي ديال الافيه شحال لا ما لا شحال مع هذاك ماشي مشكل وغادي نطلعوا الفوق ان شاء الله وسمحينا اخوتي يقدر الفيديو يجيكم طويل ما كاين مشكل حنا غادي معكم في الاجواء وحبابنا ان شاء الله غيعذرونا غيتفرجوا فينا ولايك الحباب وبارطاج وكومونتير احنا معكم في الاجواء ديال العيد ديالنا سجلنا معكم من الاول حتى الاخر والله اخوتي ما تسالوني حلو انا ماشي سهله باش تخدم وتصور والله ماشي سهل اقسم بالله اخوتي العينه
غير سمحوا لينا يجيكم فيديو طويل، ولكن راه ماشي خاطرنا، ما يمكنش نلوح لكم فيديو يعني فيه ساعة. ساعة؟ ما يمكنش. راه ماشي ساعة. حنا نلوحوا لكم مقطع، والله يحفظكم والله يكثر خيركم، وشكرا لكم. راحتوا معنا، راحتوا معنا. عمرو برا تعادل.